طيب، والدة الكابتن بدر في نفس انطباع والده عن هدوءه، عن انه عمره عمل مشكلة، على انه طول عمره هادي جدا، طول عمره لا عمل مشكلة معاهم ولا زعلهم في حاجة، وبدايته مع الكورة حتى قالت ان هو كان عنده بعض المتاعب وهو في سن 10 سنين، بس الحمد لله بعد كده كمل بشكل كويس. بس هي زي حالتنا ما بتقدرش تتفرج عليه. ما بتتفرجش على بدر خالص وهو بيلعب، عشان كده اختارت ملك وكتابه عشان تبعت له هذه الرساله. طيب، يمكن في مشكله في الفيديو ده، لكن فعلا زي ما بتدعي له في الاخر كده رساله دعاء. ام بتحب ابنها وشايفاه في احسن صوره وتتمنى له احسن خير، بتدعي له وما بتعرفش تتفرج على الماتشات لغايه لما يقول لك الاهلي ربح خلاص. الاهلي ربح خلاص يعني الاهلي فاز. ايوه الاهلي ربح وبدري كويس. ايوه نشوف الفيديو. طيب ما. طيب لما انت شفتيه ده في كاس العالم للانديه بتتفرجي على متابعه المباريات، بيتصل عليكي قبل المباريات ولا اتصل بي؟ لما بتقولي له ايه بقى؟ بقول له ولدي رضا توفى معاك، ملي تبغي تدخل التيران قول ارضت امي انت، ما تخمم حتى الحاجه. الحمد لله الحمد لله، ربي عمره ما خيبه. الحمد لله ربي عمره ما خيبه. يعني تصورك وهو بيلعب اول مباراه في الدوري في مع الاهلي وياخد بطوله، لما يكون يلعب انا ما اقدر تشوفه. والله تيقول لي ماما حيت عارفه عندي السكر، تيقول لي ماما ملي نكون انا لاعب ما تفرجش فيه، اللي ملي ولا مع الاهلي دابا فاش يكون ابو داخل يتفرج انا بروح وباجي بروح تنقول لي واش ماركا وربحوا ربحوا ربحوا، وانا قلبي توك 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 توك. الحمد لله ملي دخل عليهم من اول ما لاعب في الاهلي وهو بياخد بطولات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذه نعمه من عند الله. طب ايه الرساله اللي انت عاوزه تقولها له هو في مصر دلوقتي وبين حبايبه ومصر اهله وبين ناسه؟ عاوز تقول له ايه؟ قول له وليدي انا راضي عليك دنيا واخره، وانا بغيتك ان شاء الله ديما الفوق الفوق، وبغيت ربي عمره ما يخيبك، وبغيت مازال نشوف فيك داك الشيء اللي باقا ما شفتش فيك، مازال بغيتك نشوف ان شاء الله تعلق ان شاء الله وتكون لاباس عليك وما تخصك حتى شي حاجه وتكون مرتاح نفسانيا وعقليا وسميت، وانا راضي عليك وليدي دنيا واخره، لا انت لا مرتك لا وليدك. انا بغيت ربي ان شاء الله يبعد عليكم عينين عباد الله، ونشوفك ان شاء الله الفوق الفوق، ونفرح بك ان شاء الله وليدي، والله يكمل فرحتك.